ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ده فيديو جديد النهارده وروتين جديد. يا رب الفيديو يعجبكم والروتين يعجبكم. حاولت ان انا اغير شويه في الروتين بتاعي، بس طبعا عايزه اقولك قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، وانتي اول مره بتشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، ويساعدني وجودك معايا. مين اللايك؟ انا مستنيه اهو. يلا حطيتي لايك لسه؟ طيب حطي كده لايك لايك اهو، يلا لايك. ان شاء الله يا حبايبي النهارده الروتين بتاعي هيكون روتين كده تحفيزي، هنحفز فيه بعض. الروتين ده تكمله للفيديو اللي فات، اللي هو بتاع الروتين اللي فات. ان شاء الله هيكون الروتين دوت. هنا كنت انا بقول لكم كده، انا رحت غرفه الاطفال بتاعت ولادي. طبعا انا كنت في الروتين بتاع امبارح، كنت منشره معاكم غسيل. طبعا دوت الغسيل اللي انا لميته، وزي ما انتم شايفين بقى بدأت كده ان انا اطبقه. لميته طبعا من على الحبال، سبته، هو كان نشف بدري يعني، بس انا سبته بصراحة لتاني يوم لما يتشمس كده في الشمس وكده، علشان خاطر طبعا زي ما انتم عارفين ربنا رب يعفينا رب فيروس كورونا، عايزين كل الهدوم بتاعتنا يعني على قد ما نقدر كل ما نيجي نغسلها وكده الشمس تطلع عشان اي ميكروب وكده. وبعدين بقى طبعا استنيت الصبح لحديت لما هو الشمس طالته وكده، ولما قمنا قمت جاية زي ما انتوا شايفين لميته وطبقته كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بعد ما طبقت الغسيل بتاعي بقى يعني ايه، نفضت الاوضه بتاعتي، يعني بحاول كده ان انا ايه اظبط الاوضه. الاوضه يعني بتاعت ولادي، هي مش بتاعتي، بتاعت ولادي اهو زي ما انتم شايفين. هنا كنت بقول لكم يعني ان انا خلاص عملت الغسيل، شلت الغسيل يعني، طبقته خلاص الحمد لله. وبعد كده هنا بقى هنفض بقى السراير، السريرين وكده. انا بفكر والله العظيم على رمضان ان انا انقل الاوضه تاني، الاوضه بتاعتهم دي يعني، علشان هي كانت في الاوضه التانية اللي هي مكان اوضتي انا دلوقتي حاليا يعني، بفكر ان انا انقلها، بس لسه مش عارفة بصراحة هعمل ايه. انا بحب اغير كتير 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 في قلب الشقة وبزهق بسرعة يعني، اللي زي كده يكتب لي في الكومنتات اللي هو زي بزهق بسرعة، لازم انا اغير، لازم انا احس بتجديد بتغيير. مش لازم التجديد يعني ان انا اشتري حاجة او كده، لا، يعني اشيل ده احط ده مكان ده كده. هنا كنت بقول لكم انا فرشت السرير كده زي ما انتم شايفين المفارش، وبعد كده ابتديت بقى اشيل كل حاجة بقى مكانها. وكنت على فكرة قفلت البلكونة علشان خاطر دخلت بقى جبت الحاجة بتاعتي الاول من البلكونة كده زي ما انتم شايفين اللي انا كنت مطلعاها مشمساها. وبعد كده زي ما انتم شايفين قفلت البلكونة بقى، بطبق بقى الغسيلة، بطبق البطاطين وكده زي ما قلت لكم قبل كده، عشان احنا لسه في النهار يعني لسه الصبح، فبطبق البطاطين وبطبق الحاجة. انما بقى يعني لو احنا مثلا على اسرة او كده او على المغرب، طبعا الحاجات ديت يعني البطاطين والكلام ده بقوم جاية فرشهم على السرير. بس صراحة لما البطاطين بتطبق والله بتدي شكل احسن، وتحسي ان الأوضة كده عليكي رايقة كده وشكل الأوضة حلو. هنا بقى كنت بقول لكم انا بلم بقى المفارش اللي انا كنت شايلها من على السرير، وطلعت الكرسي فوق كده علشان لما اجي بقى اكنس وكده واشتري الحاجة اعرف يعني ايه اشتغل. هنا بقى كنت بقول لكم لميت الستارة هناك هي بتاعة البرقع، والحاجات اللي كانت على التسريحة شلتها، ولمعت الموبيليا كمان. بس هنا كان فاضل لي المرايات، رحت كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى البخاخة اللي انا برشها على المراية بتاعتي، البخاخة ده مش جلانس، ده حبة مية وحاطة فيهم حبة كلور صغيرين يعني عشان ايه اطهر الدنيا واعقم الدنيا كمان، وحط عليهم حبة خل وزي ما انتوا شايفين كده، وخطخطتهم وبرش بيهم الحاجة كده زي ما انتوا شايفين، عشان بقى لو في مثلا حاجة على الإزاز، في مثلا دبانة كانت واقفة لا قدر الله، أي حاجة يعني وفيها مكروب نقتلها برضو. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين بعد ما عملت بالحتة يعني لمعت بالحتة، قمت جاية بقى آخر حاجة بقى
ملمع الازاز بقى بالنار علشان خاطر اديله بقى اخر تلميعه ويبقى زي الفل معايا. او زي ما انتم شايفين الازازه اهو بنضفه بالحته، وبعد كده بلمعه اخر تلميعه بقى بالنار. معلش بقى لو كانت الإضاءة يعني عاملة في المراية، لأن كان لسه الشمس يعني كانت طالعة شوية، وأنا كنت مشغلة النور بتاع الأوضة علشان إيه أزود لكم الإضاءة، فمعلش لو كانت النور عامل شوية، معلش أنا بتأسف ليكم والله كتير. هنا بقى كنت خلصت التسريحة وفرشت الحاجة عليها، رجعت كل حاجة عليها. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين اشتلت الحاجة من على الأرض، السجاجيد اللي كانت على الأرض ما كنتش بشتلها، شوفوا بقى تحت منها عامل ازاي، لأن طبعا هي كانت تحت السراير، فحاولت كده ان انا اشتل السرير، والسرير تقيل والله، واشتلتهم خالص وكنست كده زي ما انتوا شايفين عشان اعقم الدنيا وامسح زي ما انتوا شايفين. وطبعا بقى بجيب من تحت الدولاب، ما شاء الله يعني ولادي عاملين لي حاجات تحت الدولاب يعني زي ما انتوا شايفين كله قدامكم يعني. بعد كده بقى بعد ما كنست بكنس بقى كويس جدا، انا يعني ايه بكنس مرتين كده علشان خاطر لو في اي اتربة او في اي حاجة اطلعها. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين جبت المسحة بتاعتي او الشرشوبة بتاعتي، حطيت برضو في الجردل بتاع الشرشوبة شوية كلور وشوية خل وحبة صابون، وزي ما انتوا شايفين كده ايه مشيت بقى على كل الأوضة علشان خاطر اعملها، عشان خاطر امسح يعني. ومعلش بتأسف على صوت بنتي، صوت بنتي قد كده والله بهرب منها في كل حتة، مرة اخش المطبخ، مرة اخش الأوضة، مرة اخش الحمام، مرة اخش الصالون، مرة اخش في أوضة النوم، وبرضو ماشية ورايا. ربنا يهديها يا رب ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين بقى هنا بقى رحت الناحيه التانية من البلكونه، طبعا قفلت الباب خالص بتاع البلكونه علشان خاطر ايه امسح كويس وعقم كويس علشان خاطر الدنيا تبقى نظيفه معايا. حطي لايك بقى للفيديو. هنا بقى كنت بقول لكم كمان خلاص الحمد لله كانت الدنيا نشفت معايا وفرشت المشايات بتاعتي تاني اهوت. وهنا بقى المعقم بتاعي بقى اهي البخاخ، رحت بقى مشيت على السجاجيد بيه كده برضو وارش على السجاد كده عشان برضو طبعا احنا بنمشي على السجاد، فطبعا بس للامان وكده علشان خاطر بس ربنا يكفينا ايه الشر يا رب ويبعد عننا اي حاجة وحشة. بعقم طبعا السجاجيد علشان خاطر الدنيا برضو تبقى نظيفة. وهنا بقى كنت بقول لكم الحمد لله انا خلصت الاوضة، يعني الكلام ده بعد ما خلصت الاوضة عقمت الدنيا كده. هنا كده زي ما انتم شايفين خلصت الاوضة هوت وبقت معايا زي الفل، وفرشت المفارش بتاعتي. وهنا برضو كانت كنت بوريكم يعني التسريحة بعد برضو ما خلصتها، والموبيليا برضو بوريكم اللي هي اللي انا لمعتها، وهنا الكومودينو اهوت برضو كل حاجة لمعتها ونظفتها، ما عادش عندي حاجة الحمد لله مش نظيفة. وهنا بقى كمان الستارة والبلكونة، قفلت البلكونة وشديت الستارة كده علشان خاطر ايه الدنيا تبقى معايا نظيفة بقى، ما يخشليش اي اتربة تاني، وفي نفس الوقت ابقى ايه مرتاحة ان الأوضة يعني خلصت زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. قومي بقى لو انت بقى لسه ما خلصتيش حاجاتك قومي تشجعي كده وتنشطي كده معايا وتحدي الكسل كده وخلصي اللي وراكي علشان خاطر ما يبقاش وراكي حاجه. هنا بقى بعد ما خلصت الاوضه بتاعتي ونضفتها تنظيفه حلوه كده، رحت بقى ايه عملت لهم رز بلبن، بصراحه انا ما صورتهوش ايه بس وريتكم يعني في الاخر بعد ما خلصته اهوت، يعني حبيت بقى ما احنا عاملين بقى الحجر المنزلي بقى وازواجنا قاعدين بقى، فحبيت ان انا ايه احلي بقهم باي حاجه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى رحت بقى في الحته دي عايزه اقول لكم ان انا كنت غيرت هدومي، لان طبعا طبعا كنت نظفت الاوضه وكنت مصوره معاكم روتين اللي قبل منه كمان، فرحت غيرت هدومي بقى علشان خاطر ايه اعرف اقف كويس يعني. رحت طبعا على المطبخ كده زي ما انتم شايفين كان في عندي بقى المطبخ كان فيه شويه حاجات متركبين شويه، رحت اشتل بقى الحاجه كده من على الترابيزه. اللانش بوكس دوت انا مطلعاه ولادي بياكلوا فيه الصبح مثلا لما بعمل لهم فطار، بحط لهم السندوتشات بتاعتهم كل واحد السندوتش بتاعه في اللانش بوكس بتاعه وبيقعد ياكلوا كده على خاطر ايه ما يوقعش على الارض كده يعني.
زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى شلت المفرش من على الترابيزة ولمعت الترابيزة نظفتها يعني. وبعد كده بقى ايه رجعت الازاز التاني تاني بتاعت المية. هما ما كانوش كتير يعني، هما ازازتين مش اكتر. انا ما بخليش عندي ازاز على فكرة، هما 2 او 3 وبرمي، ما بقعدش ازايز. وعندي ازاز على فكرة والله، بس عشان ولادي ما بيعرفوش يمسكوا الازاز، ساعات بيقع منهم يتكسر، وبخاف عليهم بصراحة لا يرجعوا يتعوروا منه. ما كانش في عندي حاجة بقى في المطبخ. رحت كده زي ما انتم شايفين عشان اغسل المواعين دي يعني. ما كانش في عندي حاجات كتيرة لان كانوا لسه اصلا ما اكلوش الرز ولبن، وكنت غسلت الحلة على طول بتاعة الرز ولبن عشان ايه ما يعملش ما يلزقش يعني في الحلة. اكيد انتوا فاهميني ازاي، غسلت على طول الحلة كانت طرية كده. وبعد كده زي ما انتم شايفين رحت بقى خلصت المطبخ. وبعد كده رجعت بقى عملت ايه الحاجة اللي كانت في الفرن. ما كانش عندي حاجات كتيرة يعني، كنت انا مبيته المطبخ قبلها بيوم نظيف علشان خاطر لما اجي اعمل اي حاجه ما تتعبنيش يعني. ما مثلا انا عارفه ان انا هنظف مثلا بكره اوضه الاطفال او اوضتي، لازم المطبخ يبقى نظيف بحيث مثلا لو وقفت عملت لهم اكل ما اقعدش بقى ايه اغسل مواعين وانظف واعمل كده يعني، فاهمين. بعد كده بقى اشتلت طبعا العجله بتاعت بنتي، وبعد كده اشتلت الحاجه من على الارض علشان اكنس واخلي الدنيا نظيفه معايا. طبعا بقى كنت بكنس السجاده. انا كنت اشتلت على فكره السجاده ديت من المطبخ، وكنت حطيت مشايه اللي هي المشايه اللي هي التايجر دي، بس بصراحه فرشتها تاني علشان خاطر بنتي الصغيره بتخش ورايا زي ما انا بقول لكم، بتخش ورايا فبصراحه بتصعب عليا ان هي تبقى قاعده على السيراميك لان لسه مش بتعرف تمشي، فبيصعب عليا ان هي تبقى قاعده على السيراميك وكده، فرجعت فرشتها تاني لحد بس لما الصيف يدخل كده ان شاء الله. وعادي بقى هيبقى عادي لو قعدت كده نبقى في الصيف، انما الوقت لسه الجو بياخد ويدي يعني. هنا كنت بقول لكم خلاص ان انا خلصت المطبخ بتاعي وخلصت كل حاجه زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم والروتين عجبكم. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو والاشتراك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.